السعادة الكاملة بإنجاز العمل باللوحة، يعني التفاصيل، خطوط مثلا، القماش، القص تبعه، اختيار المقاسات، ترتيب هذا اللي عم سوي البروغرام بهذا الصيف بهذا العام، ماذا تفعل بشهر آذار مارس، يعني سيكون تخطيط عندي 4 أشهر، عندي بعدين 5 أشهر حتى شهر أكتوبر قبل مجيء الشتاء، لأنه الشتاء في مشكلة بالرسم، عندك مشكلة بالألوان، أنا برسم أكريليك مثلا، يعني مشكلة أنه بيشف، يعني فأنا أفضل الشغل دائما هو يخضع من شهر آذار حتى شهر أكتوبر، هذا العمل الحقيقي بالكتلة الرسم تبعي، يعني أنه برسم بنتج في الانتاج كثيف. بالشتاء تبقى أعمال بسيطة، يعني هي الكروكي، أعمال ورقية بشتغل بالفحم، يعني هذا أسهل، لأنه هذا ممكن بشتغله وأنا موجود يعني بغرفة صغيرة، يعني من دون ما بتعب الأعمال أقمشة كبيرة أو شغل أو طريقة أخرى بالعمل. يعني ما في شك أنه الرسم، يعني لما أنت ترسم أعمال، يعني مثلا عمل أنا إذا كعمل واحد يعني ما بياخذ مني الجهد الهائل، يعني بين يعني دراسة الكروكي وتلوين وشغله كله، هذا جميل طبعا، يعني في لذة هائلة إنك تنتج عمل عم يظهر. هلا اللذة الأكبر إنه والله بيندفع الثمن، يعني إنه مثلا أنا بشوف شخص يعني بيتعذب إنه مثلا بيشتغل له شيء 24 شهر على مدار سنتين مثلا حتى يحصل نفس المال اللي أنا بحصله من خلال لوحة، مع اللوحة تبعي ما بتاخذ إلا أيام معدودة يعني. فهذا كمان يعني ضمن المحيط تبعك الحاضنة بيشعرك بالسعادة والراحة إلى حد كبير، يعني إنك خرجت من بيئة معينة. وانا اعتبر اكبر انتصار لي انا شخصيا مش انتصار انه انا عارض في باريس ولا نيويورك ولا مسوي معارض برا ولا بدبي ولا ببرشلونه مثلا او غيره، هذا مش مهم على الاطلاق، بس مجرد انه انا انتقلت، يعني شاب طبعا ولد في بيئه فقيره او بسيطه ثقافيا عموما مثلا، او في منطقه يعني فيها ارباك من الحروب والزلازل والتغيرات الاجتماعيه يعني المتباينه مع الزمن، انه منيح انك انتقلت انت من لا شيء الى شيء، بمعنى يعني من لا رسام الى رسام، او تفرغت لهذا العمل، او حصلت جنى هذا التعب، فهذا امر يعني بحد ذاته انا اعتبره انجاز. يعني الاكبر انجاز انك انت عم تعيش من الرسم، هذا بحد ذاته انجاز يعني، وهو انجاز لاي انسان يعني ممكن يحقق طموح من المهنه اللي بده بيعيش منها، يعني خاصه تكون مهنه لها علاقه بالابداع، يعني ان كان شاعر مثلا. يعني منيح انه في اسماء مثل نزار قباني، يعني بيصدر مطبعة خاصة باسمه ومنشوراته، منيح انه انا بحد ذاتي بشتغل عن طريق مؤسسة مستقلة باسمي، يعني انا انشأتها، يعني ما حد له علاقة، غير محتكر من الاخرين، انا بشتغل لوحدي، يعني بطبع كتبي، بنجز اشيائي، بشتري كميات ضخمة من الاشياء حتى امارس ما انا في قناعة فيه، ما بهمني الاخر. يعني انا بعتبر هدول صراع الاخرين معي هو اشبه صراع الديكة مع نفسهم، يعني فخار بيخسر بعضه وما بيهمني امرهم، يعني هن يعني يستنزفوا طاقة، انا يعني انصحهم يفرغوا حالهم لذاتهم، يعني بيمارسوا اشياء ايجابية. احنا ناس كائنات مؤقتة على الكرة الارضية، معنا زمن قصير، يعني مش فاضي نسمع الناس اللي بيش يعني عندهم الثرثرة والكلام الفاضي، الناس اللي بيحكوا حكي من دون افعال، انا رجل افعال مش اقوال يعني. فأنا أفضل أني أمارس المهنة بهي الطريقة، رؤيتي للعالم تنبنى على منبنى شخصي أنا بشعر فيه تجاه العالم، مادام أنا بضحي كتير، مادام أنا برسم عملي، مادام في لي محبين للوحاتي هني عم يسندوا المشروع تبعي، فهذا هو يعني المحرض الأساسي للإنجاز.